هذه المسألة بالفعل هي ترد على أذهان كثير من الناس يقعون في حيرة، ولأنهم خصوصا من الناس الذين يحافظون على صلاة الجماعة في المساجد ويحرصون عليها، يذكرون مثلا أن الإنسان ليصلي في الجماعة صلاة الجماعة أفضل ب27 صلاة، جماعة في المساجد، هذا هو المقصود بالحديث، صلاة الجماعة أفضل ب27 صلاة يعني في المساجد. هي صحيح صلاة الجماعة في غير المساجد هي أفضل من صلاة الفذ، لكن ليست المقصودة بهذا الحديث أنها أفضل من 27 صلاة.